هنا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفوزه بولاية رئاسية رابعة. أولاند وفي بيان للإليزي تمنى للرئيس المنتخب النجاح في ولايته الجديدة. ومن جهته هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على انتخابه رئيسا للجزائر، معتبرا أنه يجسد رغبته الملحة في مواصلة مسيرته على درب النماء وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. يأتي هذا في وقت رفض فيه منافس بوتفليقة علي بن فليس نتائج الانتخابات مشددا على أنها مزورة. معنا الآن مشاهدينا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشأن الجزائري رمضان بالعمري، أهلا بك أستاذ رمضان. ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن بعد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة وخمس سنوات إضافية إلى رصيد حكمه؟ بعد فوز بوتفليقة بولاية رابعة يفترض أن نظرين تكون حكومة تعديل الحكومة، أن يقوم بوتفليقة الآن بتعديل الحكومة وتصبح يعني أتوقع استقالة للحكومة قريبا. نعم، وتكون حكومة العهد الرابعة، لا نعرف متى يكون هذا التعديل، لكن يفترض نظرين ممكن يكون في شهر خمسة أو شهر ستة. الموعد الثاني الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة من خلال برنامج انتخابي هو تعديل الدستور، وممكن يكون في الخريف المقبل. وتعديل الدستور هو حجر الزاوية في المرحلة المقبلة، بحيث ممكن يتم استحداث منصب نائب الرئيس، وايضا اهم شيء هو ممكن العوده الى نظام العهدتين الرئاسيتين الاثنين يعني. اثنتين فقط. نعم. من الامور الاخرى نعرف ان بوتفليقه عنده مشروع المصالحه الوطنيه مر على ثلاث مراحل، وئام مدني وبعدين المصالحه الوطنيه، ممكن الان ممكن كمشروع سياسي ممكن يمر الى العفو الشامل. هذا من بين الملفات المنتظره ان يقوم بها بوتفليقه في هذه الفتره الرابعة. طب ماذا عن إصلاحات سياسية أخرى يعني غير موضوع تغيير الدستور، وأيضا ماذا يتعلق بالاقتصاد؟ يعني وهذه نقاط كلها ربما بالذات الاقتصاد يهم الشارع الجزائري بشكل كبير والمواطن العادي. نعم، بالنسبة للسياسة الاقتصادية بوتفليقة عندها أبعاد اجتماعية كثيرة، وهي أهمها استكمال ملف الإسكان، لأنه بوتفليقة وعد بإسكان الجزائريين ووعد بمليوني سكن، هذا مشروع كبير اجتماعي كبير. وهناك سياسة بوتفليقة أيضا في بعدها الاجتماعي تعتمد على المساعدات المالية الاجتماعية اللي في تقدم للفقراء، هذا جانب آخر. وهناك شق مرتبط ايضا بتشغيل الشباب ومنح قروض للشباب لانشاء مؤسسات صغيره، هذه اهم المشاريع، واستكمال ايضا بعض المشاريع اللي في الطرقات ومشاريع في الترامواي العاصمه والمترو، مشاريع بداها بوتفليقه ووعد باستكمالها. لكن بوتفليقه دائما يراهن على الشق الاجتماعي، وهو تقديم مساعدات اجتماعيه واسكان الجزائريين لحل مشكله السكن، اهم اهم الملفات عند بوتفليقه. استاذ رمضان، عندما تحدثنا مع مراسلتنا كانت تتحدث عن رد فعل الشارع، وتقول بأنه يعني الشارع على ما يبدو آثر الاستقرار على احتمالية عودة العنف إلى الشارع الجزائري باختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هل تتفق مع هذا الكلام؟ نعم، النتائج كانت يعني مفاجأة للبعض، كان الناس تتوقع أنه بن فليس يكون عنده حظ أو ممكن يمر إلى دور ثاني، لكن حسب النتائج المعلنة بوتفليقة اكتسح الساحة. وهناك من قرأ هذه النتائج على أنه الخوف هو من صوت في الجزائر، الخوف يعني البحث عن استقرار والخوف من العودة إلى سنوات الأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي المتخصص في الشأن الجزائري رمضان بالعمري، كان معنا هنا في الاستوديو.